أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، حديثنا الآن اللقاء حول البيوع أو المعاملات. وبداية لابد أن نعرف البيع لغة والبيع اصطلاحا. البيع لغة قال هو مقابلة شيء بشيء، والبيع شرعا أو اصطلاحا هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. والبيع مشروع بإجماع العلماء لقوله تعالى وأحل الله البيع، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. والبيع على أربعة أنواع. النوع الأول بيع عين مشاهدة يعني مرئية للمتعاقدين، فهذا جائز بالإجماع. والنوع الثاني بيع عين موصوفة بالذمة، أو بيع شيء موصوف بالذمة غير موجود في مجلس العقد ولكنه ليس معينا، موصوفا بالذمة بحيث تكون السلعة مؤجلة والثمن معجل، وهو ما يسمى بيع السلم، وهذا جائز أيضا وسنأتي على تفصيل ذلك في محله. والنوع الثالث بيع عين غائبة عن مجلس العقد، بيع عين غائبة عن مجلس العقد، فهذا بيع باطل أو فاسد، ذلك لأن العين غائبة عن مجلس العقد وليست معلومة. إذا كان المبيع معينا والمبيع ليس موجودا في مجلس العقد وليس معلوما للطرفين علما ينافي الجهالة، فهذا فيه إضرار وهو بيع باطل. والنوع الرابع بيع المنافع أو ما يسمى الإجارة، هو تمليك منفعة بعوض، وسنأتي على كل نوع في محله بالتفصيل. والمبيع له خمسة شروط. الشرط الأول من شروط المبيع أن يكون طاهرا، بحيث إذا كان المبيع نجس العين كالدم وكالبول وكالغائط وما شابهه من النجاسات أو الميتة فهذا بيع باطل. أما إذا كان المبيع طاهرا ولكن لاقته نجاسة فأصبح متنجسا فلا مانع من بيعه إذا أمكن تطهيره من النجاسة، كثوب مثلا وقعت عليه نجاسة ويمكن غسل النجاسة فلا مانع من بيع المتنجس إذا أمكن إزالة النجاسة. الشرط الثاني من شروط المبيع قال أن يكون منتفعا به شرعا، أن يكون منتفعا به شرعا. قال ولو في المآل كالجحش الصغير، يعني من شروط المبيع أن يكون منتفعا به شرعا سواء في الحال أم المآل. وأعطي مثال الجحش الصغير، يعني الجحش الصغير لا ينتفع به في الحال، إذا لم ينتفع به متى؟ بعد أن يكبر لا مانع. أما إذا كان لا ينتفع به لا في الحال ولا في المآل فلا يجوز. أنا أعطيكم مثال، مثلا بيع الحشرات. الحشرات طاهرة ليست نجسة، مثلا الصراصير طاهرة ليست نجسة، لكن لا يجوز بيعها لأنه لا ينتفع بها شرعا، لا تؤكل ولا ينتفع بها شرعا. فإذا كانت لا ينتفع بها شرعا فلا يجوز إيش؟ فلا يجوز بيعها. لابد أن يكون المبيع يشمله منتفعا به شرعا. أو لأعطيكم مثال عملي أكثر، كثير ما نرى اليوم إحنا بعض الناس ببيع الفئران، فئران للتسليم. الناس تدلع معها مصاري مش عارفة تغير المصاري اللي معها، تشتري فئران في البيت تتسلم. لا يجوز بيع الفئران. لماذا؟ قد يكون طاهر، الفأر طاهر وليس نجس. الفأر طاهر ليس نجس. نحن قلنا أنه ليس في مذهبنا شيئا نجسا من الحيوانات ولا الحشرات ولا المخلوقات إلا الكلب والخنزير، وما سوى ذلك ليس نجس إلا فضلات الحيوان وبول الحيوان، فالفأر ليس نجسا. وقد يقول قائل لماذا لا يجوز بيعه وهو طاهر؟ لأنه لا ينتفع به شرعا، لا ينتفع به شرعا. لماذا يباع إذا كان ينتفع به شرعا؟ فلا يجوز إيش؟ فلا يجوز بيعه. الإسلام لا يريدك أن تبذر المال هكذا
سدى لابد أن يكون المال يصرف في جهة ينتفع بها شرعا. الشرط الثالث أن يكون المبيع مملوكا، أي أن يكون للعاقد عليه ولاية، فلا يصح عقد فضولي وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه، ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له، كأن باع مال وكأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه. الشرط الثالث من شروط المبيع أن يكون مملوكا، يعني لا يجوز لي أن أبيع ما لا أملك، هذا يسميه الفقهاء بيع الفضولي. فأنا مثلا أجي أبيع سيارة أبو زهرة للأستاذ عايد دون إذن من مين؟ لأبو زهرة، ودون توكيل لأبو زهرة، ما في معي توكيل منه. فيجي أبو زهرة يشوف الأستاذ عايد راكب السيارة بتاعته وموقفها وين بده ويعني وتصرف فيها كأنه مالك، يقول يا أخي هذه سيارتي، قال أنا اشتريتها من الشيخ مشهور، يقول لكنني أنا لم أوكله، كل عايد دبر حالك معاه، أنا ماليش دعوة، هو الذي باعني. فيقول له يا عمي هذا بيع باطل. بيع ايش؟ باطل. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، فهذا ليس مملوكا للبائع، يسميه الفقهاء بيع الفضول. لأنه افترض انه لما ابو زهر شاف الاستاذ عايد سائق السياره وسائق السياره قال اجت منك يا جامع الله مبروك يا عمي، ونقول له حتى ولو لا يجوز لك ان تجيز هذا البيع لانه الاصل يشمله باطل، لابد ان تنشئ معه عقد ايش؟ جديد، ان تبيع الان انت السياره. هذا عند الشافعيه، وان كان عند الحنفيه نقول انه بيع الفضول صحيح لكن موقوف على اذن مين؟ اذن المالك. أما عند الشافعية باطل، باطل، لابد أن تنشئ عقد جديد معه، مع المالك أو مع وكيل المالك. لكن نقول لو باع مالاً يعني ظنه ليس له ثم تبين أنه له، البيع صحيح. مثال، أنا رحت بعت قطعة أرض لأبوي، وأنا أفكر أن أبوي بعد يشمله عايش، وتبين أنه أنا بعت قطعة الأرض وكان أبوي يشمله متوفى، فأنا لما بعتها كانت الأرض مين؟ لإلي أن أنا وارث أبوي، وريث أبوي، شفت معاي؟ هذا اسمه يعني بيع صحيح، إذا تبين أنك بعتها في حال تملكك إياها، ولو كنت عند عقد البيع تظن أنك لست ملكا لها. الشرط الرابع قدرته على تسلمه، أو قدرة تسلمه في بيع غير ضمني ليوثق بحصول العوض. فلا يصح بنحو ضال أو آبق، فلا يصح بيع نحو ضال أو آبق ومغصوب لمن لا يقدر على رده بعده عن تسلمه حالا، بخلاف بيعه لقادر على ذلك. نعم، إن احتاج فيه إلى مؤونة ففي المطلب ينبغي المنع، ولا يصح بيع جزء معين تنقص بقطعه قيمته أو قيمة الباقي، كجزء إناء أو ثوب نفيس ينقص بقطعه ما ذكر للعجز عن تسليم ذلك شرعا، لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع، وفيه نقص وتضييع مال، بخلاف ما لا ينقص بقطعه ما ذكر كجزء غليظ لانتفاء المحذور. طيب شوف معي، الشرط الرابع من شروط المبيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. يعني لو جيت قلت لك يا أستاذ عايد بعتك سيارتي المسروقة، هل يصح البيع؟ لا يصح، لأنها هي مش موجودة وغير مقدورة تسليمها. بعتك فرسي الشاردة أنها الضالة وعلى عمال تسلك بالمي، أنا مش مقدور على تسليمها، لا يصح، يعني باطل. بعتك أرضي المغصوبة، لا يصح. لكن شو يقول العلماء؟ إذا كان المشتري يستطيع تحصيل الأرض من الذي غصبها يجوز. يعني مثلا الأستاذ عايد غصب أرضي،
فجيت انا قلت لابو زهره تشتري ارض مغصوبه من الاستاذ علي، يا صبر الاستاذ علي. قال لي انا ممنوع عليه، خلاص توكل على الله، اذا مش عارف تحصلها انا بحصلها، انا ممنوع عليه، انت اطلع الصوره. فاشتراها مني. البيع صحيح، يعني المشتري يستطيع ايش ماله؟ ان يحصلها من الغاصب. فاذا كان المشتري يستطيع ان يحصلها من الغاصب فالبيع صحيح، اما اذا كان المشتري لا يستطيع ان يحصلها من الغاصب فالبيع باطل. وكذلك يعني هو ضرب امثله اخرى للبيع الذي لا يستطيع الشخص تسليمه. قال كان يبيع شيئا جزءا من شيء لا يمكن تقطيعه او تجزئته. مثال قال كان يبيع نصف كتاب، لا يمكن، ولا يمكن يدفع في نصف كتاب، او يبيع نصف ثوب، لا يمكن، او يبيع نصف كاس، لا يمكن. ان هنا هذا لا يستطيع تسليمه، لانه لا ينتفع بجزء منه، انما ينتفع فيه يشمله بشكل كامل. الشرط الخامس العلم به للعاقدين عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر، لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال ويصح بيع الصاع من صبرة وإن جليت صيعانها لعلمها بقدر المبيع مع تساوي الأداء على الغرر. ويصح بيع صبرة وإن جليت صيعانها كل صاع بدرهم ولا يضر في مجموعة الصياعات الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل. وبيع صبرة مجهولة الصياعات 100 درهم كل صاع بدرهم إن خرجت 100 وإلا فلا يصح لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله. لا بيع أحد ثوبين مثلا مبهما ولا بيع بأحدهما وإن تساوت قيمتهما أو بملء ذا البيت برا أو بزينة الحصاة ذهبا وملء البيت وزينة الحصاة مجهولان أو بألف دراهم ودينار للجهل بعين المبيع في الأولى وبعين الثمن في الثانية وبخضره في الباقي. فإن عين البر كأن قال بعتك ملء ذا البيت من ذا البر صح لإمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر. على كل الأحوال خلاصة الكلام